يعني، وهنشوف هيقول ايه عن المباراه. النتيجة النهائية ما بتعكسش تماما سير المباراة. كان ممكن نسجل أهداف كتير في المباراة النهاردة. اللاحت لنا فرص كتير للتهديف. That we did not take. ما ترجمناش الأهداف. The biggest challenges on us was that we identified the opportunities. My players could see the opportunities, especially in the first half. والتحديات الكبيره بالنسبه للفريق بعد كده في المرحله الجايه المفروض لاعيبتنا تتفرج على الفرص اللي احضرتها في خاصه في الشوط الاولاني. But when they see the opportunity they get excited, they get hyper because they see it and they made the wrong pass. لما يشوفوها هيستثاروا، لما يشوفوا الفرص احضروها، لان لو جت لهم واتخذوا القرارات الخاطئه، خد قرار خطا في التسديد او في تفنيش الهجمه. Or they run too early. يا اما كان بيجري وبيسبق الكوره، كان بيروح بدري for the opportunity. الفرصة كان بيوصل بدري فكان and they are offside. وكان بيوقف مسار التسلل. But we knew this team starts to play from the back a lot. كنا عارفين من الأول إن الفرقة دي بتحضر وبتبني هجمات من ورا، بتبني كتير من ورا. Coach is a good coach. لأن المدرب بتاعهم طبعا مدرب محترم ومدرب كبير. And he builds from the back. وبيبني كورة من ورا، بيبني هجمات من ورا، بيحضر. We identified those things. We did our match analysis. We even watched them on their friendly games that they played last week. اتفرجنا عليهم، عملنا شغلنا، حضرنا مباراة، حتى اتفرجنا على الماتش الودي اللي لعبوه الأسبوع اللي فات وشفنا طريقة لعبهم. In the first 10 minutes we cut about 3-4 balls in their own half, in their own box. في أول 10 دقايق أو 15 دقيقة نجح نقطع 3-4 كور في منطقتهم، في النص بتاعهم، في الشق الجون بتاعنا، في النص الدفاعي بتاعهم. وبعد ما قطعناها ما خدناش القرار الصحيح او باصين الباص المظبوط. That's where the challenge is and there's no any other challenge. دي التحديات بالنسبه لنا الفتره الجايه، مفيش حاجه ثانيه المفروض نشتغل عليها الفتره الجايه باستثناء دي. Of course we did not rotate the ball very well. طبعا احنا ما دورناش الكوره، ما نقلناش الكوره بشكل كويس جدا يعني. And I saw it, my analyst just even showed me now on the tablet, on the iPad. اتفرج على الماتش، المحلل الاداء بتاعه اللي معانا وري له على التابلت بعد الماتش عملنا ايه، الشغل اللي عملناه في المباراه. اربعه قدامانيين في الشق الهجومي بتاعنا ما كانوش متمركزين صح، ما كانوش متوزعين صح. بس هنشتغل على ده ان شاء الله الفتره الجايه. سجلنا ثلاث اهداف وخدنا كسبنا اول ثلاث نقط لينا، وده مهم جدا. كسبنا ثلاث نقط. Good luck. Why Ali Dieng didn't start for the game? Because Ali Dieng came from Corona, he's not ready. أو سأجاب على أول سؤال. السؤال اللي أول أليو ديانج ما شاركش من أول مباراة، ورد عليه قال له عشان هو راجع من كورونا فلسه مش جاهز. وحمدي فتحي لعب كويس الماتشات اللي فاتت. وسولية نفس الموضوع. أنا عارف إنك بتحب أليو ديانج بشكل شخصي. لازم يكون امانة مع الملاعب بتاعتنا. حمدي جاب في جون حلو جدا في الكاس. وسوليا جاب جون مهم جدا النهارده في الماتش. انا عارف انك بتحب اليو دانك. بس ما ينفعش يلعبون كلهم يعني في نفس الماتش. ده اذر في سؤال؟ السؤال الثاني هو بس سبب الناس بتسال سبب تاخير الجيد عشان خاطر انت. واي سبستيتيوت؟ وات دو يو دو جيف نوت تيك مي تايم بيفور يو ميك ذا سبستيتيوشن؟ ميبي يو جيف وات تايم واز بقول لك امتى يعني قصدك، يعني قصدك كان ايه تغيير؟ كان
We suppose one can give the follow the recommendation. Give the substitution was late. Is that what he's saying, or he's saying the fans? The fans. Well, I don't know what the fans say. The fans have a right to say what they want to say. هو بيسأل رأي حياتك حياتك قلت ده أنت متابع ده تعليقات الناس. فبيقول لك الجماهير ليها رأيها الواحد بيحترم رأي الجماهير. And Ali is 70 million, okay? ويعني عنده 70 مليون مشجع. Did 1 million say what you say? لو في مليون قالوا زي ما أنت شايف التغيير كان بدري. 69 أنا not saying that. كان متأخر فو بدري أعتقد 60 مليون تاني مش هتفقوا معاهم في الرأي. عايز اعرف بس وجهه نظره ان هو بدايه الدقيقه 60 كان في لعب في الماتش على الكرات الطوليه اكتر من ان هو الباص او مور ذان البيلدينج اب اند الباص اند ذا ميدفيلد ذات ام يوست تو سي. وبعد الدقيقه 80 بعد الهدف الثاني او الثالث تقريبا ابتدى يكمل بثلاث ستارتنج فروم 80 مينتس وستارت تو كلوز وذ ثري بلايرز. هل ده ليه مردود في تقييمه دلوقتي لحاله اللعيبه الذهنيه والبدنيه بعد ما هو بدا تجمنتلي اند فيزيكال بلايرز ار نوت ريدي تو كلوز اور سو بلاي ولا ظروف المباراة because of the condition of the game as the starting of the game. He's right when he said that we didn't pass the way we wanted. هل بتتكلم صح ان احنا ما لعبناش بالطريقه احنا بنلعب؟ هو سؤال بس عشان ما اسمعوش ان هو كنت بتلعب باصات طويله. The four people up front did not move properly. سؤال صلاح مفرج كان بيسال سؤال كان بيقول انا بتلعب كنت شفتك تلعب كرات طويله وكان الباصات كانت بتنتقص لغايه الدقيقه 80 لغايه الدقيقه 60 كانت باصات طويله والدقيقه 80 كنت بتنقل الكوره بقى تتنقل صح وتحط ثلاثه ورا بدءا من الدقيقه 80 فاحنا مش متعودين عليك تلعب بالطريقه دي. فرد قال له عندك حق صح انا زي ما قلت لك الاربعه القدامانيين ما كانوش بيتحركوا بالشكل الكويس اللي انا كنت منتظر منهم ما نقلناش كوره كتير. لما جبنا طار بقى يشارك معانا ما كانش جاهز ما كانش بيلعب معانا وما كانش معتاد على طريقه لعبنا. The exact movement that Hussein Rashad is doing. ما كانش عارف التحركات اللي بيفوت الصح اللي بيفوت بيعملها حسين الشحات اللي بيلعب في مكانه كان بيعملها في خلال المباراة ما كانش لسه واخد عليه. And we also brought Sharif the first time he starts. ومحمد شريف النهارده برضه أول مرة يشارك معانا. And he didn't play very bad. هو ما لعبش وحش النهارده يعني بالنسبه لاول مشاركه. So we have to give these players opportunity to come into the team. لازم نديهم وقت اللعيبه دي عشان تدخل في نسيج الفريق وتتعود على اللعبه. It takes a bit time. فهتاخد وقت شويه هتحتاج وقت شويه. السؤال الاخير لاست كويشن احمد ايه كلمه في البدايه على سلايد على كريم الفرص بس مثلا الاوبورتيتي بس الاوبورتيتي بس ما تشوتو تو بس ايفن ده ما فيش لاعب مهاجم رقم 9 صريح بس ده تيجي كلاي اوبورتيتي ودي تشوت ميبي بيكوز وي دونت هاف ا ريل نمبر 9 يا اوف كورس لوك I think if Sharif's goal was allowed, would not be easy for us to say number 9. هو السؤال بس عشان برضه ما اسمعهوش ان هو حضرتك قلت ان هو اتكلمت في اول مؤتمر عن اهدار الفرص الكتير لحت الفريق يا ترى عشان انت بتلعبش براس حربه صريح فبيرد عليك بيقول لك ان شريف جاب جون يعني ما تمش احتسابه هدف اتحسب تسلل لو بيلعب مركز نمره 9 زي ما حضرتك if he had taken if he was brave to take an opportunity that he had he passed the ball instead of shooting. في كرة جات له برضو ما خدش قرار صحيح ما كانش شاطر فيها ان هو يعني بص الكرة بدل ما يشوط. Maybe he could have scored two goals. كان ممكن يسجل جولين النهارده. And maybe he would say we have a nine. وكان تايد ساعتها حضرتك هتقول بقى عندنا لعيب فعلا مركز نمرة 9 يعني كويس. Okay. Okay. But I'm happy to be wrong. I'm happy to be wrong. I believe Sharif's goal is not offside. يعني انا ساعه ما يكون صحته هو شايف ان الهدف ممكن يعني هدف محمد شريف ممكن يعني مش اوف سايد يعني مش عايز يتكلم اتمنى اكون خطا يعني اوكي اتمنى يكون رايه غلط انا اشوفها بس اعتقد الفار النهارده ستريسد اس اند ميبي في ار ضغط علينا شويه كفايه يو كانوت ارجيو اجينست في ار سم تايمز اف بينيفيتد فروم في ار ما اقدرش اشتكي في الفار لان الفار ساعات ممكن يبقى مصلحتنا احنا كفرقه القرارات ممكن تبقى في صالحنا انا كوي شريف ده بتهيألي محتاج ابص عليها مرجع تاني ان انا اشك انها كانت هدف مش اوف سايد. What did he say? He's not on the wrong side. Okay, maybe it could have been 4 or 5, you know. شكرا. Thank you. Thank you. We'll get there slowly. واحدة واحدة. معفر ويروح متزهلق.